بنرحب بحضراتكم من جديد وقعدتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدا معاكم حلقتنا باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها اجراء سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال مع الملك عبد الله الثاني من الحسين ملك الاردن للتهنئه بحلول عيد الاضحى المبارك، واعرب سيادته عن خالص تمنياته لشعب وحكومه الاردن الشقيق بكل التقدم والازدهار. واعرب الملك عبد الله بن الحسين خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومه وشعبا، داعيا ان يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن للتهنئه بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. واعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره وامتنانه للرئيس محمود عباس، متمنيا للشعب الفلسطيني الشقيق كل الخير والاستقرار. وفي نفس السياق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك امبارح كمان كان في أخبار تانية كتير معظمها مرتبطة بأجواء العيد واحتفال المصريين في الحدائق العامة. امبارح حديقة حيوان الجيزة استقبلت حوالي 20,000 زائر، كمان حديقة الأزهر فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين والزوار، كمان تم نقل المقصورة الأولى للملك توت عنخ آمون من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف المصري الكبير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن حديقة حيوان الجيزة استقبلت حوالي 20,000 زائر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي قال إنه بيتم تقديم كل وسائل الراحة ليستمتع الزوار بأجواء العيد في حديقة الحيوان. امبارح كمان فتحت حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة أبوابها لاستقبال المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخصصت الحديقة عدد من المنافذ لبيع التذاكر وسط إجراءات أمنية مشددة على بوابات الحديقة مع تفتيش الحقائب قبل الدخول. وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن اللي بيتم زيارتها في قاهرة المعز، لأنها موجودة وسط العديد من المناظر التاريخية، فهي بتطل على قلعة صلاح الدين الأيوبي وعلى منطقة الدرب الأحمر والعديد من الأحياء المصرية القديمة. برضو امبارح استقبل المتحف المصري الكبير المقصورة الأولى للملك توت عنخ آمون، وهي قادمة من المتحف المصري بالتحرير علشان يتم عرضها بمكان عرضها الدائم بالمتحف. وقال اللواء المهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير إن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار، وإنه هيتم إعادة تركيب المقصورة داخل الفاترينا الخاصة بيها داخل قاعات الملك توت عنخ آمون خلال الأيام القليلة اللي جاية. امبارح أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة في السعودية عن اكتمال مرحلة مهمة من مراحل الحج، وهي مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات لمزدلفة باستخدام الأنماط المختلفة لعملية التفويج من النقل الترددي وقطار المشاعر المقدسة والنقل العام. وقال إنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في العملية دي من خلال اكتمال منظومة النقل خلال 4 ساعات مع عدم تسجيل أي حالة ازدحام أو تكدس. وقال كمان إن الحجاج بينعموا بجميع الخدمات المقدمة ليهم في مشعر منى. ما زلنا بنرصد ليكم أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، ويمكن كل السادة المواطنين اللي كانوا موجودين في الميادين الرئيسية شافوا امبارح مشاركة وزارة الداخلية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع المواطنين. ليه؟ إيه اللي حصل؟ في مجموعة من رجال الشرطة بكل مديريات الأمن قاموا بتوزيع الهدايا على المواطنين في الشوارع والميادين بمحافظات الجمهورية المختلفة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري كله طيب، كل سنة والسيادة الرئيس طيب. احنا بنشكره جدا، على الأقل أنا بمشي في الشوارع أنا وولادي وأنا مطمنة، يعني دي بالدنيا واللي فيها يعني. كل سنة وانتم طيبين وسعادة الرئيس بخير وألف سلامة. نشكر طبعا رئيس مصر على كل الجهود اللي بيعملها، طبعا يعني أكيد الواحد لامس كل الجهود دي إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة ومصر طيبة ودايما حاسين بتطور إن شاء الله. شكرا للرئيس وشكرا لوزارة الداخلية على التواجد الأمن. تحيا مصر. مصر عليها العين وولادها الغالين من يومهم واقفين للي بيعادي مصر، هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر، هنا مصر اللي عشناها اتباها، هنا مصر
كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، عيد سعيد عليكم ان شاء الله. كل سنه وكل الناس طيبه ومصر كلها طيبه. كل عام وانتم بخير. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد على مصر كلها. كل سنه ومصر كلها بخير. هابي عيد. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد. ربنا يجعل الايام بخير عليكم. كل سنه حضراتكم طيبين. تحيا مصر. تحيا مصر. لما قرب وبعيد شعب الايد في الايد والقلب ما يريد واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها جبناها. هنا مصر احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر. هنا مصر اللي عشناها جبناها. هنا مصر احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر. كل سنة وكل المصريين طيبين. النسبة حلوة. عيد حلو. مبروك على كل الناس يا رب. كل اللي في مصر. هنا شهداء وهنا أبطال. هنا ما بنعرفش محال. هنا لما تقول يا بلاد صوتنا يرك يهز الجبال. هنا ما بنعرفش الخوف. نتحدى في أي ظروف ونضحي بعمرنا عادي. واللي عادي بلدنا يشوف. أعطيتونا الورود واحترمتونا واستقبلتونا، وهذا شيء أنا أول مرة بحياتي بشوفه، ما شفته قبل هيك. كل سنة وأنتم سالمين يا أحلى شعب في الدنيا كلها. كل عام وأنتم بألف خير، وشكراً للجهود الجبارة تبعتكم. Thank you so much. ربنا يبارك لك يا رب على الحاجات الحلوه اللي انت عاملها لنا. كل عام والجميع بخير. الداخليه والجيش والبلد كلها وافرادنا جميعا. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليهم بخير كلنا وكل المصريين. كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وافرحوا واتبسطوا. دي انا مش هقولها، دي انا هحتفظ بيها ذكرى من وزاره الداخليه. وكل سنه وانتم طيبين. شكرا يا ريس. تحيا مصر. ايضا من اهم الاخبار اللي حصلت امبارح تم الافراج عن 1270 نزيل من نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل تنفيذا لقرار العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم اللي استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك. قادر يكون انسان جديد من حقه فرصة للحياة. احتضن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الاحتفالية التي أقامها قطاع الحماية المجتمعية للمفرج عنهم ممن استوفوا شروط العفو تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 297 لعام 2022 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. شعور جميل إن أنت طالع تحضر العيد مع أهلك وسط أسرتك، شعور لا يوصف. أحب أشكر سيادة الرئيس بمناسبة العفو وعيد الأضحى وإن أنا قاعد مع أهلينا. أقول كل سنة وحضرتك طيب ودايما كده مفرح قلبي كل الشعب المصري كله. أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس على العفو، لا كمان على الإنجازات الكتير قوي اللي إحنا شفناها في التلفزيون. البلد بتتغير، مشاريع كتير في كل حاجة، في الطرق ككباري كمصانع، كل حاجة في البلد تغير. 1270 نزيلا تم الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي وفقا لما أسفرت عنه أعمال اللجان المشكلة لفحص ملفات النزلاء وتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو بعد أن تم تأهيلهم وفقاً لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل وتوفير سبل الرعاية المختلفة لهم اجتماعية وتعليمية وصحية ومعيشية وثقافية لضمان عودتهم للمجتمع أفراد صالحين. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. أحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحياة الكريمة اللي منحها لنا، على كل شيء كويس عمله لنا. بالنسبة لمركز الإصلاح والتأهيل
وادي النطرون للنساء حياة كريمة بمعنى الكلمة. من كل شيء اتعلمت حرفة يدوية، إن شاء الله ما أخرج هعمل مشروع وأشتغل بالحرفة اللي أنا اتعلمتها هنا في مركز الإصلاح. كل مجالات التصنيع، أي حد معاه صنعة بيشتغل وتصنع في مركز إصلاح وتنمية. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل حاجة حلوة عملها لنا، وإحنا هنا بنتعامل أحلى معاملة وبنتعلم جوه. مركز فيه كل حاجه كويسه، طبعا فيه المركز الطبي على اعلى مستوى، فيه فصول نحو اميه للي عايز يتعلم، فيه فصول، فيه ورش، فيه تعليم مهن، فيه الحاجه اللي انت بتحب تشتغلها بره انت بتلاقيها وبتشتغلها وبتتعلم مجال جديد. هنساعده يبدا من جديد وبكل حب احنا معاه. لحظات من الفرحة عاشها المفرج عنهم بعد أن فتحت أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل لخروجهم إلى المجتمع. زي ما طلعت لنا عيالنا يا رب، الله يخليك يا بنت عيالتي، زي ما طلعت لنا عيالنا. فرحة كبيرة لنا وعز كبير إن هو هيعيط في وسطنا وفي وسط إخواته وفي وسط أهله. وبنشكر سيادة الرئيس على اللي هو عمله معانا وإن هو طلع لنا أولادنا وفرحنا في العيد بطلوعهم. وربنا يبارك لنا في الرئيس اللي طلعوا لنا في يوم زي دوت، يوم عيد يفرح معانا ويعيد معانا. أصل الحكاية فكرة أنت فيها وهيبتدي المشوار. نروح دلوقتي لجولة أخبارنا في المحافظات، لأن في أخبار كتيرة حصلت امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة، يمكن أبرزها توصيل المية ل 6500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم، بالإضافة لتوقيع الكشف والعلاج المجاني على 1677 مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة في أسوان، والمتطوعين في الهلال الأحمر وزعوا الورود على المصيفين في راس البر وفي دمياط احتفالا بعيد الأضحى. وأخبار تانية كتير هنعرفها من خلال التقرير التالي. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة، أبرزها الإعلان عن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لما يقرب من 6500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظة الفيوم، وده بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. في دمياط قام متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري في المحافظة بتوزيع باقات من الورود على المصيفين في راس البر. في بني سويف قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة إنه في غرفة عمليات بمكتب الشكاوى بتستقبل أي بلاغات أو شكاوى بخصوص حالات التحرش أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. في السويس قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتوزيع العشرة جنيه الجديدة عيدية على الأطفال اللي كانوا متواجدين في صلاة عيد الأضحى في مسجد بدر بمنطقة بور توفيق، والتف الأطفال وزويهم حول محافظ السويس لالتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة. في سوهاج انتشرت أول أيام عيد الأضحى المبارك سيارات الإسعاف المخصصة لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد في جميع الميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة والصحراوية بالمحافظة. وأوضح الدكتور هاني فؤاد مدير هيئة الإسعاف المصرية بفرع سوهاج إنه في 112 سيارة إسعاف بتعمل على مدار الساعة ومنتشرة بجميع ميادين وشوارع المحافظة. في المنوفية قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتفقد عدد من الشوارع عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك للوقوف على الحالة العامة ومستوى النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة ومشاركة جموع المواطنين فرحتهم بالعيد. وخلال تفقده قام بتقديم التهنئة لعمال منظومة النظافة وقدم لهم هدايا العيد من مواد غذائية ولحوم. في أسوان نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة قافلة طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني لأهالي قرية سبيل مكي التابعة لمركز كومامبو، وكمان أهالي قرية حاجر البلاليس التابع لمركز أدفو، وتم إجراء الكشف الطبي على 1677 مواطن ومواطنة. في أسيوط قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بجولة موسعة داخل أنحاء الحرم الجامعي ومستشفيات أسيوط الجامعية، وقدم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعمال وأفراد الأمن والمناوبين خلال أول أيام العيد، وكمان قام بتوزيع 1200 كرتونة سلع غذائية على العمال.